كمصري برفض ان انا اتعامل مع بين سبورت، واحنا عندنا قرار في مصر ان احنا عدم المعامله او التعامل مع هذه القناه، فازاي انا اتعامل مع القناه دي؟ بس بالنسبه ما حدث في الندوه الصحفيه، كان المفروض انه عاده طبقا القوانين ديال الكاف ان المدرب الضيف هو اللي كيحضر في الاول. تفاجئنا بالمدرب ديال الفريق الاهلي انه كيحمل الميكرو ديال القناه القطريه بين سبور وكيرمي بها فوق المائده وكيرفض بتاتا انه يدلي بتصريحات وقف وانسحب. بالنسبه للانسحاب، ان عندك موقف مع قناه معينه هذا شغل داخلي، ولكن بالنسبه لنا انك ترفض وتهين الصحافه المغربيه في بلادها هذا ما كنقبلوش. اسمعني، اليوم الاجواء اللي شفناها في الندوه الصحفيه لعقبات المقابله ديال فريق الوداد البيضاوي وفريق الوداد الرياضي ما بين وبين فريق الاهلي، يعني اضطر ولا كان عند المدرب ديال فريق الاهلي كان عنده راي خاص وقرار ضد قناه معينه اللي هي بين سبورتس، اضطر انه يدخل الندوه الوقت اللي لقى الميكرو، يعني خرج انسحب منها، عاود مشى من بعد قرار ولا من بعد يعني تفاهم مع المسؤول ديال الكاف اللي كاين هنا في المغرب، يعني عاود رجع ولغى القرار ديالو. هي من واحد الناحيه ان قرار كيبقى شخصي وقرار ما بين البلدين، اما الا جينا نشوفوا من الناحيه الرياضيه، يعني من العيب والعار اننا نشوفوا يعني مدرب ديال فريق كبير يدخل يتاخذ واحد القرار ديال الانسحاب من الندوه الصحفيه، وهذا في حد ذاته هو قرار اللي يعني احتقر الجسم الاعلامي المغربي. والحمد لله اننا لقينا واحد التضامن يعني من الناحيه ديال الاعلاميه المغاربه اللي خداو حتى هما قرارهم في اخر مطاف وقرروا انهم ينسحبوا قبل ما يعتذر ويعاود يرجع للندوه الصحفيه. بالنسبه للمدرب حسام بدري، هو جا دار واحد المشكل انه ما بغاش قناه بين سبور يكون الميكروفون ديالها محطوط، وبالتالي الصحفيين كاملين تجندوا وحاولوا انه يفكوا هذا المشكل على رغم انه حاول انسحب، والمره الثانيه طلب من المنسق الاعلامي انه يرجع للكونفرنس دو بريس ربما على حساب العقوبات اللي كتوقع على المدرب. اذا مساله هي سياسيه بين دولتين، ما خصوش يجي يدير هنا لان هذا سي سوت قلت حاجه، وان الصحفيين ديال القناه ماشي قطريين، هما صحفيين مغاربه، دونك ما كانش خصو يدير بحال هكاك، وراه في الاخر اعتذر للصحفيين.